إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. هاني يعني نكملت التخراز تاعي وجدته الله الله كيما يحب الخاطر من كل شكل وكل لون باش يجي العام الله الله حلو يناير يجينا حلو ان شاء الله يا ربي ورانا الله الله شوفي كيفاش محروجين اعزائنا المشاهدين عام مربوح ان شاء الله احباب لي سيستيرز واحباب قناة سميرة تيفي عام مربوح وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله جزائرنا الحبيبة كل عام وهي بخير أكو شفتوا من لو ديكور اللي رانا دايرينو رانا راح نحتفلوا معكم بالسنة الأمازيغية يناير العجوزة أسقى سمقاس وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير نازو أختي وش راكي أكي شاوية أعزائنا آوي سي لاني بيربير أمازيغية والأمازيغ من الشرق الغرب الشمال. من الجنوب الشمال من الجنوب ثقافات متعددة هاد المرة جيتكم أنا بالزي الشاوي اللي كما راكم تشوفوا فيه الملحفة حتى بالجبين والسخاب ديالو وسارة أختي راهي لابسة سروال مدور الله الله بالغليلة تاعو اللي جاية من الفوق الكاميزورة كاميزورة فوالا هكذا باش ندير لكم تنويع هي سنة أمازيغية لكل الجزائريين 58 ولاية كل ولاية تحتفل بها بالطريقة تاعها وبالعادات تاعها نحن أمازيغ وعربنا الإسلام ودوكاتيك ندير لكم البنو اللي اختي سارة خياراته باسكو هادو هما العوايد تاعنا احنا في الدار كنا باش نحتفلوا بها باش التراز اللي وجدناه ودوك اختي سارة تقدم لكم الوصفات الوغ للمنيو تاع اليوم واش خيرنا كوم على بالكم العام يناير ولا العجوزه نطيبوا فيه اطباق متنوعه نطيبوا فيه حاجه اباس دو بلي حاجه اباس تاع القمح تاعنا باش الارض تاعنا تمد لنا الخير والخير انا خيرت لكم مقارون بالترك انا جفولي سالوي لي ريجيون لي يبريباري مقارون بالترك عندنا لالجيروا عندنا مديه دلس شرشال تنس بليده كامل ناس المتيجة وما نسيتهمش كامل بتبيخة الحشيش وعلاش نديرو تبيخة الحشيش اللي فيها ديفيرون ليغوم عندنا السلق عندنا الكرومبيط القرنينة ولا الخرشف إذا ما لقيتوش عندنا الحشيش مقطفة الخضرة الفول اليابس هذا نسبة للناس المتيجة ونحيوهم يعني تحية خاصة عندنا حنيونات اللي نواسيوهم في العاصمة نواسيوهم في بلاد قبايل نواسيوهم في البرج نواسيوهم في لو سود تانيك هما خبيزات فوالا هذا كامل احتفالا بالعام الجديد والبراج عندنا ناس الشرق وناس الجنوب اللي معروفين بالبراج اللي هو فيه الغرس باش يجي العام حلو فيه التمر وفيه تانيك توجور لو بلي يعني حنا الطياب تاع اليوم يقعد ما فيهش بزاف اللحم ما فيه بوكو بلوس واش تعطينا الارض تعطينا القمح اللي نخدموا به الطعام ومقارون بالترك وشخشوخه والرشته وكامل لي ديغيفي تاوعو وتعطينا الحشاوش اللي هما لا باز تاع الماكله ديالنا نبداو ان شاء الله مع بعض نازو انا نبدا لاباط تاعي تاع لكم دينكم ولي الدين انا نتهلا في الكاكر والحلاوي والعجاج والفارينه انا هي انا نبدا في لاباط تاع الحنيونات نبداو بهم ومن بعد نكملوا خلوها شويه تخمر انا اليوم درت لكم مقارون بالترك مقارون بالترك ولا مقارون لعمه ولا المقرنه ولا مقارونه كل واحد واش عنده لابيلاسيون ديالو يعيط لها حنا نعيطوا لها مقارون بالترك هادو هما العادات تاعنا وقلت لكم كل ولايه عندها عاده وحنا جده ويما الله يرحمهم كانوا يديروا العجوزه ولا الناير سبع ايام كل نهار وعندو لا سينيفيك فوالا كيما حنا هادو ماشي كامل ناكلوهم في نهار واحد وي. كل وعلا. حاجه عندها نهارها ينتكل فيها باش نجوزو هادوك السبع ايام باش نديرو في حسابنا باللي موراها الارض تخضر الارض تبدا تمد في الغله تاعها وتجي ان شاء الله العام شباب والغله كاينه وان شاء الله يا ما تشابين
نبداو على بركه الله لا غوسيت تاعي. انا حندير العجينه تاع الحنيونات، نديرو 600 غرام تاع الفرينه هكا. نبدا بالنواشف اختي ساره. نعمي انت الميتر دو بيان سور. انا هنا حننصب طواجني او ميم طون، عندي المكرون بالترك وعندي التبيخه تاع الحشيش. عندنا 600 غرام كيما راكو تشوفوا. نجيبوا الخميره، اعطيني مغرف على يدك الله يسجيك. هاك نجيب الباكيت تاع السكر، راني جايه ما كاش كيفاش. كان قلت لي كان جبته لك، تقعدي تحرقي روحك. لا تستطيعين. نديروا زوج مغرفات تاع الماكله تاع خميره تاع الخباز بونونجير، ونزيدوا هذا يجي حلو شويه. نديروا ربع مغرفات تاع الماكله تاع السكر سوك كريستاليزي. بسم الله. ثاني ثالث الرابع، هذا نخلطوهم. تعطيني على يدك قريصه ملح؟ شي قريصه مغرفه؟ ايه لا ديريهولنا صامط. ايه تعرفوا العجين شحال صامط يجي واعر. مغرفه تاع القهوه خبز هاك يا اختي. الوغ شوفوا، نبدا بالمقارون بالترك. مقارون بالترك هو هذا المقارون، هاوليك كاش يجي. يخدموه العائلات في الدار، يبرموه في الدار ويخدموه في الدار. مقارون بالترك يجي نديروه في السحور تاع رمضان، يندار في العيد الصغير صباحة العيد الصغير، ويندار كانا في المناسبات هكذا. هذا من بعد نغليوه. الوغ المقارون بالترك درت شويه سمن مع الزيت، وندير بصيله تتقلى مقطعه رقيق رقيق تتقلى. التبيخه شفتوني درت الزيت بزاف، وعلاش؟ باسكو فيها بزاف الحشاوش وهما باش تجينا مسبكه، تجينا ميدومه. الوغ واش راح نواسي معاها؟ راح نواسي معاها القديد الخليع. الوغ شوفوا معايا، القديد هو اللحم، لا فيوند سيشي. باردون، لا فيوند سيشي اللحم اللي نخلعوه في العيد الكبير ونطيبوه من بعد. الوغ اللحم اللي راكو تشوفوا فيه هنا قديد، والزيت تاعو هي السبك. السبك نطيبوا به بطاطا فليو، نطيبوا به البركوكس. اللي ما يحبش ياكل القديد نديروا له غير مغرفه شويه تاع السبك المحاجب. فوالا. شحال ندير مارغرين دايبا اختي؟ 4 كاس. داكو. هنا راني درت القديد ديالي، البصل راهو يتقلى. 4 كاس هما واحد زوج مغارف كبار تاع الماكله. القديد هذاك ريحته بدات. درت غير شويه طريفات برك. ايه لازم. يا اخ ترتقع عليا. هنا جو دوا بريباري درسه، عندي سنينات تاع الثوم. الو مع شويه عكري وشويه فلفل كحل. ندير شويه سانوج. وشويه حبه الحلاوه. هنا ندير العكري، درت الملح العكري. دوبلي هذه كلها. ندير شويه فلفل حار. ونبدا ندرس. هاد الزبده اللي حنزيدها داخل اوه عليا. كفاتنيش البلاصه. راني اليوم كي حالتك دي بيس كويزين. لي تحكي الحق. وكل منطقه عندها عوايدها في هاد الناير، يفرحوا ويطيبوا. والحاجه البسيطه ماشي حتى نروحوا لازم حاجه كبيره ولا صراختي. بيان سور كل واحد باش يفرح به التراز الدراري. طفي النار. هنا نحط درسه ديالي. حندير
في مغرفتي ماشي كبيره بزاف. ونجيب نمرق، نمسح المهراس نشلو بليتو. درت كلشي يا اختي ساره. دوكا نطنب الحليب. بحال درنا الحليب 200 غرام، 200 غرام حليب دافي. درتي الزبده تاعك؟ درت الزبده تاعي. سالا نطم. هكذا نبدا نعجن شويه الخبز تاعي ونطمنو باش نخليه يخمر. راه كيفاش الملحفه وما ليغون تعرفي ديرنيغ مود اتس مي هذا وهذا حسون. تعرفوا يا اخي هذا راه دائما عندها شكي. الوغ انا درت شويه ملح في الثوم، مي بصح نزيد الملح في الطاجين ديالي. البويوار تاعك فيه الماء شويه؟ شتي الكسيرين هذيك تاع الحليب؟ شليها لي بشويه ما تعيشي. شوفي باش نطمن به. هكذا سخن شويه. خلاص نجي لهنا للمقارون بالترك. راهو البصل داب، ناخذ لا فيوند هاشي، اللحم مكفت، نديرو يطيب مع البصل. هنا لا فيوند هاشي تاعي نديتها وجبتها شويه في هذيك البصيله، والسمن والزيت نواسيو الملح، عود قرفه وفلفل كحل شويه. جورجي تشبه لافارس تاع البوراك. ونجو نمرقوها شويه برك باش طيب لنا لا فيوند هاشي. عطيني شويه خماره باش نسلك يد. فوح عليا شويه فارينه لا فارين. فوالا نخلوها هكذا لا فيوند هاشي تاعنا تطبخ. هذه هكذا ماما عجنتي اني عجنتها. ايوا شتا هنايا الدرس راهي تبقبق وفوتو بلي ليغوم اللي ماشي طايبين، بس كان عندي الفول اليابس مشمخ ومنقي وطايب شويه، عندي الخرشف اللي في بلاصه القرنينه ما لقيتش القرنينه دونك الخرشف ثاني كي لي بريكوي، الكرومبيط كيف كيف، والسلق مع الاخر باسكو ما فيهش الروح. نفوت نحط اللفت وزروديه. واش دكتورة العجين سي بون؟ اي طبيب سقل لي انا دكتورة العجين. لا ما تحس تحيا على عرضك. نعجن الله الله نعجن بليغون بالكوانتي، نعجن بليغون والملحفه على مود. سارة تعطيني شويه زيت باش ما نديرش زيت زيتون. سارة تمد لها كلش يا اختي شويه برك. جاره طلابه شدي تشوفي هاك. تعرفي جاره طلابه محتاسه على امرها. لا هكذا انا حطينا هادوما نخلو يدخلهم الطياب لي ليغوم تاعنا ونعاودو نكملو مع لي ليغوم اللي بقاو مازالهم. لا خلوها تخمر هنا. فوالا هنايا هادي راهي تواسي. مقارون بالترك يطيب كيما المقارون نورمال، يغلي في الماء والملح والزيت ونصفوه ومن بعد نديروه لافارس ديالو. هذا ها هو نحطوه قدام النار. قدام النار باش يخمر لي او ميم طون. رانا مغليين ولاد الدجاج باش نديرو حنيونات بولاد الدجاج. ايه هذا سي بون، هذا سي بون très bien. This is دوكا انا نرون tu passes la لوسمهم الاخر. الجفنه تاعي وين راهي؟ مازالني مسلفتها عند مرت عمر ومازال ما لحقتش لعندي. ما على بالي. شوفي انت اللي سلفتي لها. ويلي ويلي شبعي رايك معاها. ويلي ويلي على زهري. انا نحط الماء ندير فيه الملح. هاكي زيتك. فوالا وهاد المناسبات يبقاو باش العائله كامل تنطم ونحتفلوا جوغ في العائله الكبيره. جوغ مناسبه غير اللي يقدر عليه الله، اللي ما يقدرش يحتفل مع لا غراند فامي. مي كي تكون هكذايا مولود يناير حنا نديروهم كاع نديروهم مازال غير عيد الشجره. هذه المره اللي حالفه غير نفيتيه سي لوكازيون.
الوقت اللي رانا فيه ناس كامل بخاتيكمون راهي خدامه راهي خرجت للزنقه ما عندناش الوقت باش نتلاقاو دراري يقراويتو اون بلوس سي لوكازيون اللي باش ننطمو منها يناير ومنها جوغي فيغي جورني فيغي جوغي جورني فيغي يعني نقدروا نروحوا نتعشاو في الليل ونسهروا طارديسمون باسكو دوا منك ما نخدموش الصباح صافي تعطينا مديره ما نخدموش ماشي انا رحمه الدوله اللي عطاتها لك انا وانا وعلاه هلا لازم وانا وعلاه البول هذاك مكيل بهذا البول صغير جاني كيلي ما ديريش عروك كبير من بعد تحصلي فيه لا خصني نجبد والله يا ربي نجوزو لل بسم الله نجوزو لل واش يسموه تاعنا المحان واش يسموه البراج. يسموه البراج ايوه البراج تاعنا واش ندير لهم الوغ انا نديرهم ندير زوج كيلات ونص مويان وكيلة ونص كيلة رطب وندير كيلة تاع الزبدة 80% زبدة و 20% تاع الزيت علاش باش يعطينا الطراوة والكروستي لي دو هكذا تفهمنا الدخلاني يجي طري فوندون والبراني يجي كروستي اي والله بسم الله نبداو بال ايه مانيش غلطة شوية هذيك لا سومول موين وهذيك لا فين ايه هاني مانيش نقرا كيلة الأولى بسم الله كيلة الدوزيام بسم الله زوج كيلات هون نص كيلة موين ونص كيلة رطبة تخي بيان هذا كيلة نازو نص كيله كيله مع الثلاثه تجي نص موين ونص رطبه الو اي سي لا تيغ نو جي با كومبري زوج كيلات موين درتي زوج كيلات الثالثه ايه تجي نص موين داكور خرمي كي الاستاذ انا ما فهمتش ما شفتكش كي عمرتي من الموين في هذيك ايه تبعي الدرس تبعي انا مخطيه استنى نعاود نحط وزاني دوازني عندي وين ندوب ايه ها؟ ايه زبيدة انا حنديرهم بالزبدة داكور ونزيد 20% تاع البول فوقاني نعمرو بالزيت تعطيني مغرفة على يدك الله يفتح عليك ولا شدي صح انا هنا نبدا نزيد في الفول يابس سامحيني جوزي فوالا اللي قلت لكم راني مطيباتو شوية ونزيد السلق الخرشف ويلي السلق انا نعسها لك وانا باش نقعد ندير ابلط البحر ماشي بيا السخانه تعودي تنحرقي ما تخافيش خرشف بيان سور نقوه حكوه بالقارص وديروه في ليان فيه الماء والقارص وغلوه ببريج تاع القارص وتحياتنا الناس للبرج اللي عندهم خرشف بزاف بنين اعطيني قريصة ملح نديرها تشوفي باش ما يجيش العجين صامت نكمل ندوب الزبدة تاعي وانا نمرق طاجيني نزيد تمرقي ياشو مازالك الكرنب و... والسلق لا تاع الجين ما فيه ني لحم ني والو فيه غير القديد اعطيني الزيت قدامك ونكملوا اللي قعد في البول بالزيت نمسوها مليح بسم الله ونعاودوا نولوا كما قالت ساره فاشن نديروا الكوندي طبيب سقلي تعرفوا نقول لكم تحياتنا لخويا يعقوب طبيب سقلي حبيبي اخي الصغير
اخي طفله يا اخي. ها؟ شفينا زو ماما كانت تنقي لنا الرمان. ايه لازم. والفواكه والتمر شوفوا حنايا عندنا برانسيب كل موسم. ماما الله يرحمها كانت تقول على المواسم ما تقول لك الموسم فرحوا به باش عامكم اللي موراه ياماتكم اللي موراه تجي شابه باش نفرحوا به ما لازمش نهبلوا نفرحوا نديروا الكاطو نديروا الحلوه نديروا الحلو نديروا المالح نفرحوا شوفوا حنا كانت تدير انفلوب تخبي كلش العيد عنده الانفلوب تاعو رمضان عنده الانفلوب تاعو العام نديروا علاش قلت لكم حنايا ما خصنا غير عيد الشجره هذا العام انا باذن الله نديروا نديروه نديرو كلش في الدار بصح تقول لك شري اقضي مليح هذاك النهار اقضي باش بيبان الله يتفتحوا كانوا عندهم الفال يقول لك يا فلفال يا فال يا فلفال يا فاتح سبع قفال سبع قفال ان شاء الله يكون فالنا شباب هكذايا حنا تربينا على المواسم حكوا مليح الحكوه صابي حبه وي وصابي تشوفوا في لو جيست يا اخي هانا هكذايا كيما راكو تشوفوا نصابليوه مليح ونخلوه شويه نغطيوه ونخلوه يشرب الزيت تاعو ليدام تاعو ليدام تاعو اختي ساره انا هنا على فيونداشي تاعي طابت نطفي عليها النار مازال بقالي المقارون باش نرميه يغلي في الماء هذاك ديالو اللي بدا يغلي هنا الطنجره تاعي ما يكفيش هذاك ساره معليش ندير شويه ندير ديري شويه برك فوالا نروحوا فاصل ونعاودوا نولوا باش نكملوا الوصفات كيف كيف اعزائنا المشاهدين رجعنا بعد الفاصل باش نكملوا الوصفات ديالنا انا المقارون ديالي هاولي كراهو طاب وصفيته يطيب بالخفه لا فيون داشي راهي طايبه حنزيد ندير لوملات باش نخلطهم كيف كيف التبيخه باردون راهي دخلها طياب مليح درك نزيد لها غير واش بقى كرومبيط والسلق وشويه روز وبيان سور الحشيش مقطفه من الفوق نازو براجك وراهم براجي انايا العجينه تاع الغرس وريتها لكم مقبله كنت عجنتها وسقمتها ودرت لها الزيت ودرت لها الزبده حليتها راهي محطوطه في جهه من حليتها اونخ دو بابي من بعد تشوفوها دوك شويه نوريها لكم والسميد تاعي اللي خلطته بالدهانيتو في الفاصل انا بللته بالماء زهر شويه بللته زوج مرات وخليته يريح ودوكا من بعد نعاودو نولو نبللو المره الثالثه اللي به نبداو نخدمو دوك نديغازي انا الحنيونات تاوعي هم شوفوا كيفاش خمروا وغليتي لهم ولاد الدجاج الحنيونات راهم واجد ولاد الدجاج بسم الله خمرت تمتم بالخف الكوزينه راهي تبلول بصح انا نفورو نوسي شويه زيت في المقله باش ندير اون اومليت خفيفه نزيدوها للمقارون ديالنا ندير الملح شويه فلفل الكحل نحكم الكوبات تاعي انا نقسم عجينتي انا هنا درت 6 حبات ولاد الدجاج نتوما سا ديبون لا كونتيتي اللي تواسيوها وشوفوا يسكاب سلامتو مقارن بالترك وشنو مقارن بالترك نحي شويه من ونحي شويه من باش ندير خبيزه نحي شويه برك منا لحيتي تاكل فيا شكون حي جايتنا مده والسلامه وياكل فيا بالك كم جايين الضياف قولي والله مرحبا باللي جا وجاب الو هنا انا نبدا ندير الكرومبيط نديرو هكذا ورقات كاملات كيكونوا كيكون كبير صغير صح كيكون كبير ايه نقسم الورقه وندور وما تمرقوش بزاف ما تجيش شرورو هو يطلق الماء ايه لي ليغوم فيهم الماء دوك تشوفوا كيفاش نشكلوا الحنينات تاعو هنا انت سلامك يضل ياكل هاد السلام دار مبوس عيشه البواسه والله معليش مامي لا جات ضيف مرحبا به رانا مطيبين الخير اليوم رانا رانا اليوم مطيبين للضيف هلا مرحبا به لا يسمعونا الضياف نقانا يقول لك ما نروحوش هي فوالا
هنا ونزيد السلق ثاني كراهو مشلل ونقطر نزيدوه من الفوق هكذا. والسلق ما فيهش الروح بالخف يهبط. بسم الله يلا نجيبوا البابي. شوفوا واش الحاله هكذا مقباه دوك يعاود يهبط الشيء. دوك يعاود يهبط كل شيء واللي ما كاين والو. الحنيونات يا الحنيونات فعلا حطوا الخبيزات تاعنا كيما راكم تشوفوا ونبداو نحفروا فيهم. هنايا البيض انا راه الزيت راهي سخنت نجي ندير لوملات فيت في يا اخي هكا صراختي. وديري حبيبه تاع ولاد الدجاج في الوسط. لوملات ماشي يابسه يا لوملات تاع ولاد الدجاج. هنا نزيدو الثانيه. الو حنا نواسيو لوملات هكذا في دارنا، مي كاين اللي يغلو ولاد الدجاج. انا ولاد الدجاج من بعد نديكور بيه. كاين اللي يغلي ولاد الدجاج ويديرهولو مرابي مسكرفج. الو باش ما يغلبكمش النار خرجوا ولاد الدجاج نحوه لوملات من فوق النار باش يطيب لنا دي زو بغويي. فوالا هكذا راهي طابت لوملات تاعنا. نطفي النار. كيما راكو تشوفوا فيا الا بسم الله. هنا ناخذ مقارون بالترك تاعنا تحطو ديروه في جفنه ولا ديروه هنا. نحط فوقو هذيك لا فيون داشي بالعاني خليت لها لاصوص تاعها. خلينا الداله ولا والو اصبر انا قريب. نزيد نحط هذيك لوملات كيما راكو تشوفوني انا راني نشكل في السريلات تاعنا. نزود نيري شويه باسكو باش نقدر نخلط. باردون احتليتي الماكله فرحت قلت ديت البلاصه سيداتي. الوغ ونجو نخلطوا المقارون تاعنا باش ندخلوا فيه هذيك لوملات وهذيك لا فيون داشي. ونزيدوا له بيان سور الرشه تاع المعدنوس. كاين المعدنوس يديروا في لا فيون داشي كي تكون طيب. انا نحب نديرها هكذايا باش تقعد لودور تاعها بالطبع. هذا هو مقارون بالترك تاعنا راهو طاب خالو تبيخه ما فهمتش علاش انا نعيط لها خالوطه. وي اون بو لابلي اوسي خالوطه باسكو فيها مخلطه مخلطه بلي ليغو. الفوق تاعك وشاعل تاعي وشاعل بيان سور تخي بيان. نرفد حبيباتي ما تغلبونيش. بسم الله بسم الله. روح دي معايا روح معاونه تغلب السبع. ندخلهم نديرهم لك ندير لك البيض. صبري نكمل هنا. فوالا شويه من هذه لا فيون داشي خلو فيها المرقه باسكو هي اللي تشرب هذاك المكرون. خفت ندير يكبر وندير نديرهم في الصاله. لا لا خفت ماما انا خفت ما حبيتش ندير ريسك با دي ريسكاج. إلا جاونا الضياف هما قلقان. واش قلقان؟ نحمروا الوجه. ايه ان شاء الله ان شاء الله. هاك يجيب لكم بالسيف. مرحبا بكم يا الضياف ارواحكم. جا شباب. فوالا نحطوا هنايا نجي نضرب طله هنايا على ال ريحة السانوج راهي الله الله. كيما كنتو تشوفوا انا كشتوني كيفاش حفرت الخبيزه تاعي هكذا غير باليدين شويه. حطيت البيضه مغليه بيان سور ونديرو البراسليه تاع السليله. الوغ هنايا كيما شتوني وريت لكم حفرتها الحنيونه تاعي ودرت فيها الحبه تاع البيض مغليه. دوكا نزيد نكمل ندير لها براسلياتها. هانا هلا هكذا نزيد نجيب سنيوه واحده اخرى. بسم الله واحد
هادو بالحق ساهلين يترفتو. أيوة كومسا ندهنوهم وندخلوهم نحن فيري في برك نحي هذا يا عاود نبدل ليكا تاعين بعدا. انتي دوكا كي حتواصل وسمو البراج دياولك انا راني حنواصلك الحنيونه ندهنهم لك بالله هكا اه باسكو باش يطيبوا على نار قويه هما باش ياخذ هذيك الاخر وتطيب بالخف. هاي انتي تواصلي اه انتي جيبي دوزانك ما تقدريش تلحقي. نقدر غير قدري. ما تهمش اه الوغ ندهنهم لك غير بالوسمو بالبيض تاكو نمسح البلان طخافاي تاعي. الفوق على شحال شعلتيه؟ على 250. وعلاه؟ باسكو خبز هذايا وخبز لازم يطيب باش ما يقعدش لداخل باش يتنفخ. لاستيس سي كوا؟ سي يتنفخ باش يقعد لداخل هش. إلا خليتيه على نار هادية يصب. علاش يعني يجي معلوك من الداخل؟ فهمتي؟ أوكي. أوكي شيف. نحن نجيب أنايا ال بون هذه الطاوة تاعي نحطها لك هنا. اه دوك جبت لي بيغي لوف باش كيما قلت لكم مقبل انا الغرس تاعي درته على دو بابي وحليته وجدته ديجا ها هم وجد نخليه هنايا نجبدو الوش السمر تاعنا هادو سي بون نحطهم. انت بديتي لي بتاع زوج ايه لا غال اس نايمان نحطها هنايا زيدي درني لي هادوك ديريهم كيف كيف يطيبوا اه وحده تدخل في رايه وحده تجي فوق الاخر. شوفوا كيما بللتو مقبله قلت لكم بللتو شويه بما زهر نعاود نحلو ديجا يتحلت الحبات تاعو وشرب السمن هذاك الزيت الزيت والزبده تاعو وشرب الماء. نبداو دوكا نبلوه باش نفاصينيوه. صح لازم الطاوة تاعي تنحط فوق النار. لا ما عليش دوك نواسيها لك بدا يبلي والاخر ما تصح. انا اليوم ما بللتوش كاع بالماء بللتو غير بالماء زهر. اي سي انكور بون. وي. نحلو مليحة قبل ما نبدا نبلل كيما راكم تشوفوا. بسم الله نبدا نرش باش ندير العجينات تاوعي اللي حنفاصونيها. كيما راكو تشوفو نبلو غير بلاتي غير بشويه غير بشويه حتى نحسو العجينه تاعنا شدت القوام تاعها اللي نقدروا نحلوه. بيان سور نحلوه باش ما يجيكمش صعيبه سوغ بابي كويسون بالعقل ما تعذبوش كاع روحكم. كل الطرق تؤدي الى البراج. هنا نقسمو بالعدل هادوك سحبو هلا هكذا ني ليبريت لك لو بلون دو طرافاي فوالا كتشوفوا فيا كيفاش راني نخدم فيها. شتي كيفاش راني نخدم فيها ما نعجنهاش نلمها برك نطمها سيتو. نشوفوا الاطاله تاعنا ندنو منا بلاكي هنا يولي صديق البابي كويسون يولي صح صديق كاين اللي يحلو فوق الساشي. انا مانيش حندير كبير سي بوغ سا راني حنحل فوق البابي كويسون. انا هنايا راهي طابت الحاله عندي شتو السلق ولا كيميا. الوغ نجيب الرز اللي عندي اللي ديجا بخي كوي ندير من الفوق وحشيش نقطفه كيفاش راني نحل فيها
نجيب لو توغ تاعي ونقيس اسكو راني كبيره ولا لا. لا دوكا ها نقدر نرفدها كيما نحب. نحطها هنا ونسجلو. هذه الاولى نحطوها هنا. ترى فاش تقدري تغلقي هذا وتنحي هنا؟ داكو. راحي فوق النار الوسمون ديالك. ايه خليها على النار هذه باسكو لازم تكون حاميه. كنحطي كيما راكم تشوفوا نسقموا لو غون تاعنا ونديروه شويه كبير باش يهبط لنا على الطرف. الوغ لودور سا تفي رابلي دي سوفونير او با؟ يا حسره هي زمان، يا حسره هي زمان، يا حسره هي ايام الطفوله، يا حسره هي ميمتي يا ماني يا خالاتي يا دارنا يا ايوي. انا راني كملت ماتاش دوجوردي. الله يبارك الله يبارك. انا راني نسودي، لازمني نسودي دوكا. نسودي قبل ما نبدا نحل. نحي لك هذه؟ وي نحي كلش خلاص. كتحليهم بالحلال؟ نبدا نحل بالحلال. بسم الله كيما راكو تشوفوا نحلو. سي فغي حنايا هاد الحوايج سانو غابيل الدار الكبيره والعرضات واللمات هباك بك فرح وسرور. احنا كنا من الحراش ماما تروح للمارشي الكبير خالاتي تانيك الدراس القضيان في المارشي تاع الحره هباك سيتي انكرويابل كيفاش كنا نجوزو المواسم تاعنا. يا حسره كنا عند ماني بنات الخالات والخالات كايتيك ماني الله يرحمها هي كبيره الدار. ايه ويجو يتلموا عندها وكانت دارها دار مضيافه يجوز عليها الحبيب والغريب ويدخل ويصيب الماكله وياكل وعمرها ما تقول ما كاش ماكله ولا ما كاش فطور ولا ما كاش عشاء. دائما هم عندها حق الضيف في الموسم ولا في سير الايام. تربينا في سير الايام كاين حق الضيف كاين سي بور سا كو عندنا هاد قدما نطوروا مودرن اي تو مي بصح اون تيان توجور على كوتوم. اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر وما عندوش مستقبل. لا ما عندوش مستقبل وحنا دوكا الخواتات قعدنا شادين واللي نسات تفكر خدها واللي نسات تفكر خدها من الكبيره للصغيره كاعها كاع شادي منا نيرة شابو. قولي ما شاء الله ما شاء الله خمسة وخمامس. قولي تبارك الله خمسة وخمامس ديجا مقابلتك الخمسة جبتيها بالعاني باش ما نعيطش بالعاني تعرفي والله جات من عند سيدي ربي قالك انا اريد وانت تريد باش ما نعينوهاش والله فاعل لما يريد. ها علاش بوركو برك قولوا الله يبارك هذا ما كان تقعد في فمكم الدنيا وما فيها هذا ما يسخن الطابه. ايه استنينا نصاوب هذا يعيطوا له بالصواب تعرفيه نعرفه. علاش انا نقول لكم علموا ولادكم علموا ولادكم عندنا ميراث كبير. جاتك شاب الله هاي. الله خمس وخمامس انا نخمس هيا خمسه خمسه نحي مشي جاتك لو باغ وحدو انا بالي يجوك شويبات بسم الله فوالا اون ايسيي في هذا لو منو تاع اليوم نديروا لكم من شويه من الجيري كامل هي الوصفه تاع الجزائر ما يخلصوش وما ينعدوش قد ما كنطيبوا كل يوم 24 ساعه 24 دي لايف نون ستوب وما يخلصوش لي بلا الجيريان.
الاطباق الجزائريه. دونك فوالا كما راكم تشوفوا ان شاء الله يعجبوكم. حبينا نجيبوا سورتو مقارون بالترك ما يندرش بزاف تبخت الحشيش، وان شاء الله يكونوا عجبوكم. الحني هنا راني نطيبو. عجبتني تاع الله حق مكرات خطونا ما نحبهمش، انا نحب المنتقبه. ايه تاعنا واسين ديجا ديجا مي الحاله يتشهي. تشوفوا فيا نحرج فيهم ونحط الطاجين. اللي يحب يشمخها اكثر من هكذا يشمخها، انا لك تشوفوا فيها مبسه، انا نحبها مبسه. ديجا نديرها بالزبده على جلد تبساس. نوضي نوضي قلبي لي نوضي، راني ندير في كبار وصغاره، تعرفيني انا نحب ندير الاشكال. قلبي قلبي الحبيبه تعودوا يتحرقوا تضربوا نابعين، شفايه من العديان وعشره من الحباب. سكتي برك تخلي صلاه النبي عليه الصلاه. هذوك مازالوا مازالوا، هذاك من درناه ما محنيونات راه ما يطيبوا ما شاء الله. اها موريدات موس وجبرين. آه الله يبارك. شوفي بعدي لي وحده خلينا نحط. ها دق في القلوب وش بك؟ سلامك كلا تاع الصح يا بنتي، وجايك الضياف استقبليهم مرحبا مرحبا. داك الزين زرتنا بركه. اليوم او بريزونت توت لا جيري لا كبار واش لاباس حبيبه شراك الزين كيف جينا حتى لا لا بعدا لازم بالواجب الحمد لله الحمد لله هاك يا بنتي يديك يديك حنا نروحوا فاصل مع بنتنا ماشي كبلوها الطابله تاعنا ونعاودوا نتلاقاو بعد الفاصل مع ضيافنا. الله الله والسلام ياكل. قلت لها لحيتي تاكل والسلامه وياكل، يعني اللحيه جابت الرزمه والسلام جاب الضياف. حاجه دائما نقولها لازم نروحوا نزوروهم دائما. جات المناسبه اليوم قلت لها ارفدي روحكم هيا. هذا واش كنت تاكلوا من قبيله؟ جات بقامكم بصح الله يبارك. الطابله معمره ومحروجه على مقام. وشوفي كيفاش راه كما يقولوا عودنا جراي. جينا كامل جينا معاها سوا سوا كامل الجزائر قاعده هنا. كما قلت لها بنات الجزائر عند الخيات ولا جيو مع جيو وباقي شكون ماشي منواله. والله انا تلاقينا كما تلاقينا قامت سيدي ربي رانا تلاقينا عند سميرة تي في. طب لا بالطبع يعطيكم الصحه والله العظيم الصحه على العرضه سي جونتي. وبالطبع كي نقول لك جريه وعليها الكلام والله يا اختي مقارون بالترك شهاني. هذا العجوزه ما دارت فينا هي بالذات. هي العجوزه يا ساره العام العام تاعنا العام الجديد. العام الجديد اكزاكتومون كما يقولوا يناير فوالا كاين كل واحد واش يقول. فوالا كل واحد واش يسميه العجوزه العام العربي ناس العاصمه يقولوا له العجوزه وناس منا ومنا ما حنا نقولوا له يناير. يناير واش يقول كل واحد اللي ولا جوغ فيغيي دونك ولا يناير بوكو بلوس كوني. هو العجوزه كل واحد واش يحكي عليها العجوزه. سي دي فيرسيون سي دي سي دي محاجيات محاجيات هكذا كل واحد يقول لك كانوا يخلعوا بها الدراري صغار. آه ويناير وباين سي يوناني اللي هو سي يوناني تري سبيسيال اللي قال لك فيها الفرعون شيشونغ كان يتحكم من قبل جيزو كري وقيله من افون جيزو كري افون 950 افون جيزو كري حكم هو سيتي طلع فرعون وحكم مام لافريك دو نور سي سا سي الامازيغ دونك الامازيغ بيان سو دار حاله سكي باغي دار حاله خدا السلطه من 950 ل 925
هاي ليك دونك الحكايه تاع يناير ومن تماك ولاو يحتفلوا بها شغل سيتي سي اون دات تري تري سبيسيال بوغ لي زامازيغ لي حنا منهم كابيلا انا كامل لهنا لي بغبغ كاع راهم حاضرين سواء في السنيف في الماكله لي بيجو عطيني لا كوب انا ما نقدرش لا ستيليتي الحضاره مع الماضي هذه نازو ولا بطلنا هنا باش نقولوا باللي سانومبيش با كو نكونوا مودرن ونقعدوا شادين في الاصاله تاعنا في تاريخنا في اصلنا فو بريسيزي سا بو حنا رانا صغارات ما راناش عجايز اي تو صح تعلمنا مي هادشي توارتنا بس شحال من عزالنا يعطيك ايوا كبار ناس كبار ناس كبار عجايز كبار فوالا وكانوا يقولوا لنا لازمك تتعلمي ولازم ترفدي الحرفه ولازم ترفدي الشهاده باش انت تو فا ترونسميتر للا جينيراسيون اللي جايه سينو يحبسوا جون لو كان ما نتعلموش وما نديروش لا ترونسميسيون هذيك ما كانش جون هي تحبس منين ديك الوريقه ماشي من ديك التجيره يجينا لا بوسيبيليتي لوكازيون كان باش نقدموا هذه الرساله ونحافظوا على التاريخ تاعنا والتراث ديالنا كسوا ترافير لي زيميسيون تيلي ولا لي بلاتفورم سور لي ريزو سوسيو اي تو دونك ايميسيون اللي تهضر على التاريخ والتراث سي توجور ان بلوس لينا لولادنا اللي جايين ولا لينا حنا باسكو ما حنا مازال نتعلموا باش نعرفوا ما عندوش حاضر اكزاكتومون الوغ للمستقبل العالم الوغ للمستقبل باش نعرفوا سمحي لي قطعت لك ولي ينكر اصله اه دونك لازم نستعرفوا بكلش كيف شوفي الاصل اصل ان شاء الله احنا جده كانت عندها معقوله وان شاء الله وتسوقي الطياره هذا واش كانت تقولها انا كتقعد على واحد الكانبي وتسوقي الطياره تقعدي فلانه بنت فلان اصلك هذا تفت لي تعجني وتخدمي الشغل اي سي فغي هذه هي ان شاء الله ثاني العالم يشوف واش عندنا باسكو عندنا اون غوند ريشيس عندنا ثقافه وتاريخ كبير وعظيم لازم اون ترونسميسا حتى للناس اللي راهي برا وباش نستحفظوا على تراثنا وعلى ثقافتنا باش ما يجيش كل واحد يقول هذا تاعنا وهذا تاعنا وكيما يقولوا يفنى عز الوالدين وتبقى صنعة اليدين صح كري كانوا مالينا وكانوا دوك ولينا نتفكروهم دايوغ انا كي حريت عطاني الجرا قلت لها لو تو رابيل كوا سي سي عاود رحت لان مومون وين كنا هاد الما وان شاء الله الله يقطعها عاده والعقوبه ان شاء الله لكل عام وان شاء الله قابلنا العام تاعنا قلت لكم بلو بلي بمقارون بالترك بحاجه تاع لو بلي بالحشيش باش يجينا العام خضر جينا يوناني فيرتيل جينا يوناني عامره ان شاء الله الحليونات بيان سور راكم تشوفوا فيهم توجور سا تورن اوتور دو بلي حاجه تاع القمح حيتو حاجه تاع الارض يناير سي لا سينيفيكاسيون اكزاكتومون تاع الارض تاع الخدمه تاع الارض باسكو ما نخدمش ترابك ما يجيك والو منه يا اختي وهضري على البراج تاعي هم جايين صبري ويلي جاي منهم الاخرين نط لي شويت وانايا قلب 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 اي من حنانة هيا منا هاي غازية تعرفي تقدم كاع التقديمات تاعها وانا مع الاخر انت اللي درتي الحنانة لا لا بصح لا راجل تاعك هذاك تاعي انا اكسكلوزيف انا اللي درت والبراج اللي راكم تشوفوا فيهم بيان سور فيهم التمر فيهم توجور لو بلي ان شاء الله يجي العام حلو والتمر اللي راهو مقابل والغريبيه اللي راهي مقابله والدراز اللي راهو والدراز اللي راهو تحتها والضياف الزينين اللي راهي قاعدين معاهم القعده اللي راهي عندنا الشرف اليوم اللي راهو عندنا بهاد الوجوه النير الله يبارك والروح وهنا باش نبينوا لكم باللي لا كومبليسيتي اونتخ الحبابات والخواتات سي با دوني في المونتي كل قامه وقامتها وحنا اليوم وكل ما يصير في مجراه انا بصح يا منى راهي اختي أيوة. عند ربي ربي شاهد وتعرفي تعلمي هذه الكبيره والصغيره شحال يحب ملي كان في عمري 17 سنه الله يبارك ربي شاهد حقا العشرة العشرة الله يبارك شغل ماشي حتى كي تلاقينا هنا نو عشرتكم ان شاء الله ولاد ولادكم يولوا حباب ان شاء الله ان شاء الله العشرة العشرة لازم فيها عشرة عندها ناسها عندها ناسها لازم تعرفي تحكمي الظنة وما تنكريش الخير ولازم ماشي واحد على زلة يقولوا على زلة غلطة يديرها حبيبك
تحاسبي عليها نو فو اكسبتي لامي افيك سون امي افيك سي ديفو سي كاليتي هذه هي ما ندي نقعد وحدنا والحبيب وقتاش نعرفوا هذه هي الشده والشده الصفار هذه هي الله يلاقينا بالنفس المؤمنه والعباد المؤمنين والطيبين ونتلاقاو ان شاء الله في مناسبات هكذا شابين خش نفوا عندنا يا منى ان شاء الله نستنى العرض يا شيخ حق ما تزوجتي ما عرفتينيش وحق زوجناك وما عرفتيناش لو لاوي J'ouvre une petite parenthèse, j'ouvre une grande parenthèse. Merci à Madame Samira qui nous a accordé cette chance oui. d'intégrer le monde culinaire ou le monde la télé. L'audiovisuel, oui. Malgré que là, on n'est pas des chefs, on est des amatrices de cuisine. Voilà, Shukran Madame Samira, shukran à toute l'équipe, les réalisateurs, les khedbou ma'ana, que ce soit Amel ou la Dédé Crémo, les cadreurs Islam Khalil, الحاج عماد كاملين وشيف دور شيخ دور كامل ياسمين هي اللي بغات تعنا العرصه شيف دور العرصه اميره وياسمين اميره ورده هنا فوالا ورده نعيطوا لها فلوغا انا نعيب بلا بيها وراديه لا ماكياج تاعنا الحبيبه اللي ضل جونغلي تجري من ولاها ولا غير كامل الملاح الحمد لله سامحونا غير اللي نسينا كيف دون تاع لي زانجينيور دو سون ما نعرفش ما نعرفوهمش كامل اللي خدموا معنا من قريب ولا من بعيد كامل اللي عاونونا باش نجحوا الحصص تاوعنا ان شاء الله عام ربوح ان شاء الله اسقاس مقاس ان شاء الله كيما هذا الخير وحنا محطوط ان شاء الله لا غيوسيت القناه سميره والغيوسيت لكامل الناس اللي تحب الخير وتحب للناس ولا غيوسيت لبلادنا ان شاء الله ربي يبعد علينا البلومه ونديروا كونسيبت شباب مع بنات الجزائر كيفاش مطانا عباوي يا حاجزهم الكوزي عارف لي عارف اسمع انا وياك يا نازو لازم ندي بلاك سوبر ربيع نطيب معي الشاب عليه باش نشوف كنتو فين ولا بالعود بالعود كيفاش نديرو جيب لهم كرافاش هادي وهادي كيفاش نديرو بغات عليلة عندك خلاص سي بون هادي هي هانا ناي هانا ناي يعطيكم الصحة نتلاقاو إن شاء الله في حصة واحدة أخرى سوزو بلي لمية جدير اللي كانت معنا وي وسي اللي راهي غايبة دوكا نتلاقاو في حصة واحدة أخرى في مناسبة واحدة أخرى شوية طياب شوية ضحكة وضياف شابين إن شاء الله إلى جميع عشاق الكسكس إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة شهية ولذيذة صحية وسخية مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة كسكس متوسط كسكس رقيق كسكس القمح الكامل وكسكس الشعير فاجئي نفسك مع كل وصفة إكسترا بنان هذا مكان